حذرا ابتعد عن الطريق. آسف اللي ما حدث. لماذا يختبئون في هذه البلوعات؟ حسنا جريدة الصباح، إنه يوم جميل جميل جدا. أفسح الطريق يا عزيزي، أنا في عجلة من أمري. ما معنى هذا يا خميخو؟ لقد عدت لتوي من تناول إفطاري في ملعب الانزلاق. أجل، كنت أزاول بعض التمرينات لأرفع عن ابن أخيك. حقا سيكون هنا معنا بعد قليل. هذا عظيم، سوف ألعب معه الكرة. مخميخو يقصف الكرة. لقد ضرب مخميخو الرقم القياسي. إنه قياسي فعلا. لا داعي لأن توبخني، لدي عمل هام في الغرفة المظلمة، لا بد من تحميض هذه الصور. مرحبا بك يا ابن أخي العزيز، ما أشد سروري لحضورك هنا. وأنا سعيد أيضا بوجودي معكم يا عمي مشمش. أملي عندما أكبر وأترعرع أن أكون مثلك تماما. أنا فخور 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 فخور. إنك ولد ظريف يا سفروت، إنك شبيه بعمك. لدي بعض الأعمال التي أقوم بها، ولكن عمك مخميخ سيطال لتسليتك. يقوم بتحميض الأفلام في الغرفة المظلمة. أنت لم تقل لي. حالما أنتهي من عملك سيكون أمامكم فرصة للتسلية. فعلا فعلا، إلى اللقاء يا عمي مشمش. إلى اللقاء يا بني. في الغرفة المظلمة. عمي مخمخ، هل أنت هنا؟ أهلا يا بسبس، لحظة واحدة وسأخرج لك. كلا، كل ما أرجوه منك ألا تضيء النور وإلا أفسدت كل شيء. أليس ذلك أفضل يا عمي مخميخو؟ هاي لقد قلت لك أرجوك لا تضيء النور حتى لا تكتف الفيلم. انتظرني قليلا في الخارج. ماذا حدث؟ أضيء المصباح يا ولد. كنت أتمنى أن يحكم عقله. حسنا، أين أنت أيها الصغير؟ أهلا بك يا عمي مخميخو، سعيد بلقائك. أنا أحبك يا عمي مخميخو، أحبك وأحبك. لماذا؟ أنت تحبني أنا؟ شيء غريب. أنا أحبك يا عمي مخمخ، وأتمنى أن أكون مخمخا مثلك عندما أكبر. هذا ما تريد؟ لماذا؟ ربما تكون أكبر حماقة مني. هيا هيا بنا يا بسبس لنلعب الكرة، ألا تحب ذلك؟ سيكون يوما جميلا، نعم أحب لعب الكرة، هيا بنا نلعب. اذهب أنت هناك وسأقذف لك الكرة. بسبس أين أنت؟ أمامك يا عمي. تعال إلى هنا وساعدني في رفع هذا الشيء. بالتأكيد، إنه يبدو ثقيلا، فلنستخدم عربتي. أية عربة؟ هي. هل أنت بخير يا عمي مخمخ؟ نعم على ما يرام حتى الآن، ولكن أنفي تقوس. انبعد. مسكين يا عمي مخميخو، سأحضر لك بعض الماء. ليتك تحضر لي أنفا جديدة وأنت تحضر الماء. النجدة، إن خزانة قد انفجر. أطلب النجدة، المطافي، افعل أي شيء. لما تصرخ هكذا وأنا أحاول مساعدتك يا عمي مخمخ؟ مساعدتي لقد فعلتها عن قصد، وأنا واثق من ذلك. ما هذا يا مخميخو؟ ما هذا الذي تفعله؟ ألم مشمش، لقد كنا نلعب، مجرد لعب. مجرد لعب؟ أي لعبة؟ كرة الماء؟ طب يا مخميخو، توقف عن هذا مخميخو، توقف توقف. أنا؟ ولكن أنا بسبس. كان يجب أن ألعب بالطريقة الصحيحة. لقد حاولت الكرة بقوة هائلة. أمسك بها، أمسك بها. النجدة. إنك مثل سيء بالنسبة للأطفال يا مخميخو. النجدة، ساعدوني في النزول من هنا. سأنقذك يا عمي مخميخو، سوف أنقذك. لا تنقذني يا بسبس، فات الأوان. لقد نجوت. ظهري. ما الذي ستفعله الآن يا عمي مخميخو؟ ها، ما الذي ستفعله؟ ما رأيك بأن تأخذ بسبس في زيارة إلى حديقة الحيوان؟ هل من حق الاختيار؟ لا، وهو كذلك، سوف أحبسه في أحد الأقفاص هناك.
والآن يا بسبست لا داعي للمقالب، موافق؟ بالطبع لا، لن أفعل ذلك، سأفعل ما تقوله لي. أنا أحبك يا عمي مخميخو، ولو أحب ضررك فأنت عندي تساوي الدنيا وما فيها. لا بد أن أخذ منك تعهدا كتابيا قبل أن نذهب. حسنا يا بسبست، لقد اقتربنا من الحديقة، والآن أمسك بيدي. حسنا جدا جدا، سأفعل. والآن يا بسبس أمسك بيدي إلى أن بسبس لقد قلت لك لا تترك يدي. هاي توقف، توقف الأوتوبيس. في المرة القادمة لا تترك يدي إلا إذا أعطيتك الإذن بذلك، اتفقنا؟ اتفقنا يا عمي مخميخو. عمي مخميخو، هل أستطيع أن أترك يدك يا عمي مخميخو؟ نعم، على أن يكون لذلك سبب معقول، سبب معقول، لأنك توشك أن تقع في حفرة عميقة. أليس هذا سبب معقول يا عمي مخميخو؟ سبب معقول جدا، معقول جدا. هذه القطة الصغيرة نائمة، هل أستطيع أن ألاعبها؟ ربما سوف أسألها. إلى أين ذهب هذا الحيوان ذو الأرجل الصغيرة؟ هاي هاي، انتظر، بس ابتعد عن هذا القفص، ابتعد عن هذا الباب. ألا تعرف ما يحدث من يوقظ أسدا نائما؟ وهو كذلك يا عمي مخميخو، سأغلق القفص. النجدة، النجدة، اهدى قليلا أرجوك، النجدة. إذا كان العم مخميخو على صواب، فلماذا أيقظ الأسد من نومه؟ النجدة، افتح الباب، افتح الباب، افتح الباب. ماذا حدث يا عمي مخميخو؟ هل أيقظت الأسد من نومه؟ بس أنت الذي فعلت ذلك، سأعطيك درسا لن تنساه. ماذا ستفعل يا مخميخو؟ أهلا مشمش، أنا كنت أرجوك عمي مشمش، لا تترك مخميخو يعود للدخول في قفص الأسد مرة أخرى، أرجوك. قفص الأسد؟ أحقا ما أسمع؟ لا تدخل الخوف في قلب بسبس، أنت تعرف شعور الأطفال في هذا السن. أخوفه هو أنا، ولكن هو الذي. ما رأيك في زيارة إلى الملاهي؟ سوف تستمتع أنت وبسبس هناك. اذهب معه أنت يا مشمش والعب معه قليلا، وسأذهب أنا لدفع بعض الأقساط للبنك. من فضلك يا عمي مخمخ، من فضلك خذني إلى ملاهي، سنلهم هناك كثيرا. أعرف أنها آخر نزهة في حياتي، ولكن لا بأس. هل من الممكن أن نركب هذه اللعبة يا عمي مخمخ؟ لآخر مرة أقول لا. هذا يعني أن عمي مخمخ الشجاع يخاف من ركوب حصان اللعبة. لا، أنا آسف أن هذا الخوف ناتج من خوفي عليك. أخاف أنا؟ أخاف من ذلك الحصان الصغير؟ هيا بنا، سوف تعرف من منا الذي سيخاف، وسوف أثبت لك هذا. هاي بس إلى اللقاء يا عمي مخمخ، أتمنى لك رحلة سعيدة. أنت لقد خدعتني. أوقفوا هذا الشيء. لا تخلق يا عمي مخمخ، سوف أنقذك. لا تنقذني، ابتعد بعيدا. مهما حدث لن أستمع إلى صياحك، ولا بد لي من إنقاذك. كلا، أوقفها. أظن أني ضغطت على الرافعة بطريقة خطأ. عمي مخمخ لو نجا سيعيش حطاما آدميا. سوف أنقذك يا عمي مخمخ. لا تنقذني، أرجوك. كفى، نجاح، يجب أن أحصل على مكافأة لإنقاذ حياتك، أنا أستحق ذلك؟ أنت أيها الصغير قنبلة، متفجرات، لغم متحرك يمشي على الأرض. ماذا يا مخمخ؟ هذا الصغير يا مشمش، إنه كارثة، عاصفة متنكرة، إنه أنا خايف يا عمي، من فضلك يا عمي لا تذهب، من فضلك لا تتركني وحدي مع هذا الألعبان الشقي. أتركك وحدك؟ في الواقع يا مخميخو إنك لم تصل إلى مانا. هيا يا بسبس، لن أتركك مرة أخرى تلعب مع هذا الشخص المندفع. أرجو أن يكون ذلك وعدا. هل تعرف يا مشمش أن ابن أخيك قبل أن يركب الأوتوبيس ويرحل ترك لي هدية؟ هل فعل ذلك؟
سوف أخذها، إنك لا تستحقها لأنك أغضبته قبل رحيله. حقا؟ مسكين أيها الولد البريء. انتظر، لقد فعل عن إنه هذا المكر الصغير، إنه هو. سوف أضع يدي عليك وأعاقبك. بس عد إلى هنا حالا. من الغريب أن فطيرة بالكريمة تفعل كل هذا. أنا شخصيا كنت أفضل أن تكون بالفلفل والشطة. أيها الماكر الصغير انتظر، قف، عد يا بس.